عليكم، معكم طباخ سي الدين. اليوم ان شاء الله نقدم لكم اومليت بالبصله. كنحتاجو 3 د البيضات، هذه لشخص واحد، 3 د البيضات، البصله، شويه د المعدنوس ومخلط بشويه القزبر. كوم غارنيتور نحتاج مطيشه، البصله والخس، العطريه تنحط فص ديال الثومه واحد، شويه ديال البزار والملحه، والملح والبزار على حساب الذوق ديالكم. دابا غادي نخلط. قصنا 3 د البيضات، تنديروا البصله، تنديروا القياس كما تقريبا ربع ديال البصله، تنضيف العطريه الثومه والبزار والملحه، تنضيف الربيع كما قلت لكم، تيكون المعدنوس وشويه ديال القزبر. الزيتون نسيت ما ذكرتو في الاول، هذا بور لا ديكو، تا هو تيكون مع لا غارنيتور. تنزيد شويه ديال الزيت بلديه، شويه جات معلقه كبيره. دابا نخلطو ونوض نسخن لابويل المقله ونطيبها ان شاء الله. نضيفو شويه ديال الزبده، تنضيفو شويه الزيت بلديه، فوالا نتسناها تسخن، من بعد نخوي الخليط ديالنا، تذوب لينا الزبدة تنخوي الخليط ديال الأومليت ديالنا. فوالا نقصو شوية من البوطا، نخليها طيب على خاطرها، نبقى ندورو من الجناب باش متلصقش. هيا غادية مزيان كومسا، تطيب لينا تنقلب وحده على على الاخرى، تنديرها النص، ومن بعد تندريسو في لاسيا ديالنا لي ديكورينا كومسا. فوالا نوطق بلا فيني. تنديرو الخس هنا لي مقطع رقيق، تنستفو مطيشه لي روندير فوق منها شويه ديال البصله مشلضه، وديكوراسيون افيك لي زوليف نوار. افصحوا الراحه.